اول حاجه قبل ما نرفعوا الضرائب بعدا خصنا تكون عندنا واحد العداله ضريبيه الفئات اللي غادي تعاني اكثر من زياده البوطه، الناس اللي عندهم دخل محدود، على ان هذاك الدعم يسيب لي هذوك الناس اللي محتاجين له اكثر. المواطن العادي اللي غادي يضر بثمن البوطه هو اللي خصنا نحاولوا نلقاو له الحل. شوف يا اخي، كاين واحد الفئات اللي غادي تعاني اكثر من زياده البوطه، الناس اللي عندهم دخل محدود، الناس اللي عندهم دخل متوسط ولا ربما عالي ما غاديش يحسوا بها. لان نعطيك غير مثال، واحد الغالبيه ديال الناس كتكلف واحد السيد كونسييرج العماره ولا شي واحد باش يجيبوا البوطه، كتخلص داك الثمن تاع البوطه اللي هو 40 ولا 42، وداك البركه كتعطيها لذاك السيد اللي كيجيب البوطه. دونك في نهايه المطاف انا كنظن الى غلات البوطه الانسان غادي يولي يمشي يهز يجيب البوطه ديالو لراسو، وبالتالي هذاك السيد اللي كيترزق داك البركه هو اللي ربما هذه تاثر اكثر. شوف انا كنظن هذا الشيء نتاع الدعم، لان اللي كنهضروا على البوطه هذاك الثمن ماشي الثمن الحقيقي ديالها، ماشي باش كتقال البوطه، ماشي لو كود برودكسيون يعني كلفه الانتاج نتاع البوطه، هذاك الثمن اللي جعلوه مخفض انه مدعم من طرف الدوله. وهذا الدعم هذاك الشيء نتاع البوطه كيستافد منه واحد اللي كيربح 100000 ولا 200000 درهم، واحد اللي كيربح 4 مليون، واحد اللي كيربح 5 مليون، بحال واحد اللي كيربح 2000 درهم. دونك انا بالنسبه لي الاحسن على ان هذاك الدعم يسيب لي هذوك الناس اللي محتاجين له اكثر. الا كانت عندك انت كمواطن كتربح ميسر عليك الله كتربح بزاف، خلص البوطه بالثمن ديالها الطبيعي. ها، وثانيا يعني المواطن العادي اللي غادي يضر بثمن البوطه هو اللي خصنا نحاولوا نلقاو له الحل. ولكن دابا بزاف ديال الناس ما كيفهموش واحد القضيه، حتى هاد الزياده في الاجور اللي كتزاد راه كينتج عليها واحد التضخم، وبالتالي كندخلوا في حلقه مفرغه. غادي انت كتربح مثلا 3000 درهم، غادي نزيدك 500 درهم مثلا، وغادي نزيد في الزيت ونزيد في البوطه ونزيد، بالتالي داك زياده الاجور ما عندها حتى شي معنى. شوف في المساله نتاع الضرائب هي واحد الشكل حضاري للتعامل داخل المجتمع. ملي كنكونوا في واحد المجتمع كنخلصوا الضرائب، معناه هذيك الضريبه اللي انا كنخلص وانت كتخلص وكيخلصها المواطن، بعد اول حاجه خص كل شيء يخلص الضريبه على قدر، يعني كنسميوها على قد يعني القدره ديالو. معناها انا كندخل بزاف خصني نخلص بزاف، هذا هو المعنى نتاع الضرائب. والضرائب واحد العمل تضامني ما بين المجتمع كامل. علاش كنخلصوا الضرائب؟ باش يكون عندنا واحد المرفق عمومي في المستوى، باش يكونوا عندي طرقان في المستوى، باش يكون عندي ترام، باش يكون عندي تعليم في المستوى، باش يكون عندي صحه في المستوى. شوف، لان الدوله الان ماشي ما بقاش في القدره ديالها على انها تمول هذه المرافق العامه كامله اللي هضرت عليها، ما بقاش عندها قدره انها تمولها بهذه الظروف اللي كاينه تاع الضرائب. فهمتي؟ اول حاجه قبل ما نرفعوا الضرائب بعدا خصنا تكون عندنا واحد العداله ضريبيه. شنو معنى العداله الضريبيه؟ على ان الناس كاملين يخلصوا الضرائب بطبيعه الحال، كل واحد على قبل الدخل ديالو، ياك. والجزء الثاني على انني نخلص انا ضرائب ولكن نشوف النتائج ديالها. الا كنتي كتخلص ضرائب وكتقري ولادك مدرسه خصوصيه وكتديهم للمستشفى خصوصي، وهذه معناها كاين شي اسكان نوع ما. حنا الضرائب المستوى نتاع الضرائب اولا خصو يكون مدروس، هذاك المستوى اللي كنخلصو نتاع الضرائب خصو يكون على حساب القدره ديالك انت، على حساب القدره نتاع كل مواطن. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه على ان الضرائب باش الانسان يؤديها خصو يشوف النتيجه ديالها. فين يشوف النتيجه ديالها؟ يشوفها في المرفق العام. عندي طريق في المستوى، عندي قطار في المستوى، عندي مدرسه في المستوى، عندي بنيه تحتيه في المستوى الى اخره. دونك هذا هو الاشكال نتاع الضرائب، راه المواطن راه كيفهم الا حاولت نشرح له على ان الزياده كانت زياده في الضرائب، وطبيعه الحال ما خصنيش نزيد في الضرائب على حساب داك المواد اللي كيستهلكها اكبر عدد المواطنين، اللي كيستهلك الطبقه المتوسطه. وبالتالي في جميع الدول كتلقى مثلا القيمه المضافه على الاسعار على المواد الاستهلاك، يعني نقولوا دو بروميير نيسيسيتي، هادوك كتكون غالبا كتكون مخفضه عليهم. حتى هاد الحكومه دارت واحد، ولو انها زادت واحد المجموعه على مستوى هاد القانون المالي 24، زادت في القيمه المضافه على مجموعه من المنتوجات، ولكن في نفس الوقت دارت واحد لوجيست مثلا على لي برودوي فارماسيوتيك، على لي ميديكامون، الادويه مثلا نقصات ولا حيدت على واحد الادويه. معناها على ان خص دائما نقلبوا على واحد المعادله اللي كتراعي اولا
المجهود نتاع الدوله والماليه نتاع الدوله والنفقات نتاع الدوله، ولكن في نفس الوقت واحد العمليه اللي تكون فيها عداله ضريبيه، معناه ان المواطن يخلص الضريبه على حسب القدرات، على حسب القدرات ديالو.